السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا، ورجعنا لكم بفيديو جديد عن تحليل البيتكوين ومتابعة للي صار المرة الأخيرة. خاصة ان احنا شفنا البيتكوين كان مفروض، يعني كانين بنقول اذا ما كمل تحت مفروض نرتد هنا ونطلع لمناطق 30 بعدين ننزل الى مناطق، ولكن للأسف هو كمل لتحت الى 25800 تقريبا. اوكي، فحنشوف ايش التحليل اللي هيصير الحين وايش فين الخطأ التحليل او فين اخطانا في التحليل زي ما كنا متوقعين، ونتكلم فيه شوية الان. قبل ما نكمل بس لا تنسوا تتابعونا على تيم مراد 76 على تويتر، كمان على قناة ابو زياد اللي هي اليوتيوب. لا تنسوا تسوي لايك وشير وسبسكرايب اوكي ان عجبك المحتوى. في انا ملاحظ كمان الدروس الفنية، يعني بدأنا كويس وفي الفيوز عليها عالية، هنا للأسف الفيوز مرة قليلة، فما ادري هل ما عجبكم الفكرة، هل نستمر ما نستمر، هذه عاد استنى منكم تعليقاتكم. طيب احنا لما تكلمنا المرة اللي راحت تكلمنا بخصوص التحليل، كان تحليلنا كالتالي ان احنا، وكان يمكن انا ضبطت شوية الحين، المفروض كان اكثر، كان على اساس انه هذه A وبعدين ان احنا هذه A B اوكي المنطقة هذه C، ونسوي على أساس أن هذه كلها موجة بي، وكانت بي هنا عند مناطق الثلاثينات، قلنا نطلع وبعدين ننزل إلى مناطق الخمسة وعشرين أوكي نختبر المنطقة هذه اللي هي سي هنا، قلنا 25 بالضبط أو 24 أوكي، وننطلق إلى الأعلى. اللي حصل أنه للأسف كمل الداون ترند واستمر للأسفل، فلذلك يعني هل يعني قاعد نشوف انه ايش افضل تحليل، هل هذه صارت معناها انه ممكن يكون احتمال مسك، احتمال انه هذه A وهذه كلها B اوكي هذه كلها B alright وبعدين هذه صارت كلها C والان المفروض ننطلق الى اعلى. honestly it could be right اوكي ممكن يكون انه هذه right، بس هتحمل جزء ثاني مهم جدا انه كالتالي تحمل انه ان الموجه هذه كلها خلاص انتهت هنا وتوقفت هنا، لان احنا انا كنت متخيل انه حيصير ارتداد من هنا على اساس انها هتكمل اوكي اللي هي موجه بي زي ما قلنا وتنزل تكمل سي فتخلص كل الموجه هذه الموجه هذه كلها كامله. حاليا زي ما قلنا انها بتحمل احتمال انه لا، انه هذه كلها بي، وبالتالي اجيب انا هذه بي هنا عندي هنا alright خلصنا تمام، وخاصة انه بي متحتم ممكن تصير مثلث وهذه ممكن تكون سي، ولكن انا ابغى اعرف هل فعلا انا هنا ولا لا، ما حقدر اقرر القرار هذا كله. في احتمالية يعني على الفيبوناتشي مبين لي ان احنا already we hit a very solid okay number low 127 yes it could be in a reverse okay، والحين هنشوف على الساعة فين لازم يحصل ايش اللي لازم يحصل عشان يتأكد ان الموجة هذه انتهت 100%. however من ال RSI يبين ان احنا oversold اوكي oversold على الست ساعات، وانا هذا تايم فريم يعني بعتمده في التحليل، ف oversold yes we should expect وهنشوف على الساعه الحين. لكن ايضا في احتمال انها ممكن توصل الى 25.5 وعندك 24600 اللي هي 1.618 اوكي، هتلقى السهم هنا انا مسوي هذا هنا وهو عباره عن المثلث اللي تكون، اذا هنمشي كلاسيكي يعني بدا الشباب حتى عندي في الجروب بعد دروس كلاسيكيه بدينا نعتمد، واحد نبهني عليه هذا تقريبا اوكي المثلث. طبعا هذا الاوسع انجل، انت ممكن تسوي الانجل الصغيره هنا اوكي اللي هي المفروض مور اكوريت اوكي، فحتلاقي نفسك انك توصل عند ال 1.38 حتوصل عند 25400 ستيل اللي هو محافظ على السبورت اللي انا بقول لكم ان شاء الله ما نتعداه، واللي من خلاله انه ان شاء الله ننطلق ونرجع نعيد، لان كل اللي انا شايفه بالنسبه لي هذا انه هذا هنا تصحيح الى انطلاقه اعلى. الحين التصحيح بالنسبه لي ممكن يعني هل هذا كذا انتهى؟ انا بس بتأكد من ان الموجة هذه انتهت تماما، هنفضل ان شاء الله محافظين على هذا الدعم لانطلاق اعلى. انا عارف انه في ناس مستنية ان احنا هنكسر تحت وهنروح تحت ال 15000 والقصص هذه كلها سيناريو مقبول ويحترم وكل شيء، وانا كنت في فترة وفترات مؤمن فيه، ولكن الى ان انا بالنسبة لي هذا ترند صاعد، ما زلت انا في ترند صاعد حتى لو وصل الى هنا انا اعتبر
يعني لازم يكسر، والشكل كمان التصحيح كيف حيكون؟ يعني مش معقولة يبتدي خماسي من هنا، اوكي، يعني شكل التصحيح كيف حيبان اذا كنا هنشوف اقل من 15 ولا لا؟ فانا الى الان هذا الترند عندي حتى ما حاولنا نقترب له، يعني الى ان نقترب له بعدها ممكن نتكلم، قبلها مجرد كلام وشخبيط على شارت لا اكثر ولا اقل. يعني حكايه ال 15000 هذه شخبيط على الشارت الى ان يثبت العكس، يعني هذا كلام موضوع ثاني. اوكي، بعد ما اخلص الموجه واطلع واجيب الاهداف العاليه، في ناس قاعده تتكلم ما ادري كيف حسبها بصراحه، اي هاف نو ايديا واي دو ونت بي من المدرسه هذه، انه احنا نطلع نسوي نكمل بي وننزل نكمل سي، هذا قصه ثانيه ما ابغى ادخل، بس المهم نوصل للاهداف على الاقل، نعدي مراحل ال 48000 هذه بعدين ممكن نتكلم فيها. الى الان انا شايف ان احنا في تصحيح ان شاء الله عشان نكمل الموجه هذه، وحنطلع نكمل ان شاء الله على اعلى المناطق اللي تكلمنا عليها في الفيديوهات السابقه. لكن انا كل اللي يهمني الحين ابغى اشوف هذه الموجه فين، هل وقفت هنا ولا لا. لذلك لما اجي اشوف على ال 1 اور، اوكي، هروح اشوف انه عندي هنا في احتماليه صعود ان شاء الله. السبرنت اللي حصل هذا، اوكي، السبرنت هذا اللي حصل يبين ان احنا يعني فعلا وي هيت فيري منطقه سبلاي، اوكي، او سوري منطقه ديماند مو سبلاي، منطقه ديماند، اوكي، طلب مهم جدا وسبورت قوي جدا، اوكي، وباين انه قاعد بشكل لي تقريبا ريجولر فلات، حيكون هذا يعني فيري فيري بولش فلاج بسموه، اوكي، بولش فلاج. لكن هل انتهى هنا؟ هل معقول ننتقل هنا؟ لا، انا في رايي انه لازم يختبر على الاقل يعني ون اوف ذا فيبوناتشي اللي هو 6.618 ولا 50 فيبوناتشي، هي طبعا هذه 0.38 بس انا عشان ريفرس، يعني المفروض يختبر منطقة تقريبا 26500 او 26370 هذا على الساعة، يعني يعمل ويسوي يكمل السبرنت. في عندي عاد هي الشيء الحين ان احنا تعدينا هذا المنطقة، حلو، وقاعدين بنصحح فوقها، فهذه بوليس ساينز، اوكي، تعدينا اللي هي الموجة اللي تم الهبوط منها، تمام، اوكي، بوليس ساينز. والان المفروض كمان عندي عشان يأكد لي انه انتهى التصحيح هذا تماما 100% وما يرجع يقول لي لا لسه هرجع اختبر 25 و28 اللي احنا تكلمنا عليها اللي هي المنطقة اللي تحت هذه، اوكي، 25 و24 محتاج ان هذه المناطق انها يتم كسرها. هي كلها بتتوافق مع فيبوناتشي، اوكي، ان احنا نروح عند منطقه ال 1.618 27700 و800، اوكي، واعتقد من هناك يصير تصحيح، حيصير خربطه هنا في المنطقه هذه، يعني اوكي، يا هنا يا هنا، بصراحه انا مو قادر اقدر احدد لانه هذه على 2 فيبوناتشي، بس الاقرب للواقع حيكون 1.618. بعدها هناك هننطلق ان شاء الله على هنا. لو بدينا نصحح برضو شكل التصحيح يهمني، بدينا نصحح بشكل زي كذا يبين انه في استمرارية في الصعود، يعني تصحيح استمراري، نموذج استمراري زي اللي تكلمنا عليه، نماذج كلاسيكية استمرارية، نفس الشيء لو وجدت هنا في نموذج استمراري معناها ان انا فعلا كملت. الا عاد لو وصل هنا ويرجع عشان يقفل لي الموجة هذه اللي هي على الست ساعات، اوكي، لسه انها تكتمل عند منطقة ال 25 وممكن توصل الى ال 24600. ستيل ما زلنا في بنحمل، اوكي، ما زال هذا اللاين برضو انتاكت، يعني هناخد رأيي الاخير انه زي ما انت شايفين طبعا هو مبين الى الان انه ريجولار فلات، اوكي، ان احنا قاعدين نسوي ريجولار فلات، فالريجولار فلات ده ممكن التصحيح يمتد معانا. كنت متخيل انه احنا في اند اوف ماي مفروض نكسر، بس الظاهر انه ما راح يكسر في اخر ماي، بالعكس راح نفضل في التذبذب هذا، اوكي، ويمكن ندخل في جون وننطلق الى اعلى. ما زلت مؤمن بانه كل الموجة ديت، اوكي، عشان تستمر. لاحظوا في شيء، انت بس خذها عشان لا تاخذها بصورة شوية قريبة، عشان لا تقعد بس لا انا شايف 15، انا شايف انه راح ننزل هيدن شولدرز كل الكلام. انت عندك موجة هنا وفي تصحيح قاعد بيصير بشكل عرضي، هذا مهم جدا، هذا لازم تكون حاطه في الحسبان، اوكي، انك انت قاعد بتشكل نموذج استمراري للانطلاقة، فتقدر ساعتها بتعرف من الموجة هذه تربطها بالموجة السابقة اللي سهل. عشان لما عديناها قبل كذا وقلنا هذه ممكن تكون واحد، واحنا قاعدين نبدأ واحد من ثلاثة عشان نروح نكمل، بس ما ابغى استبق خلاص كل شوي نقعد نعيد. ان شاء الله ان احنا يعني حنطول، هيتعبنا شوية لانه شايف على العملات العادية زي واي اف اي وهذه الشغلات انها متعبة شوية في التصحيح وهتطول، فمعناها ان احنا ممكن ناخذ وقت، ولكن هذا لا يعني ان لحد الان بديت اشك واخاف ورايحين ل 15. كل اللي قاعد يصير تصحيح متعب للانطلاقة وحيكون صعود قوي،
يعني اللي انا بقول لك هي بعد التصحيح هذا حيكون صعود قوي، يمكن حتى ما نلمحه في البصل، يعني ممكن حتى نطلع لمناطق ال 35 37 بسرعه. يعني هذه على بيزد على الفيبو، اوكي بيزد على الفيبو، احتمال ان احنا نطلعها بشكل سريع، يعني في يعني على قد ما قعدنا اسابيع هنا ممكن نطلعها في اسبوع اسبوعين ماكسيمم. اوكي لو افترضنا انه سوري، اوكي لو افترضنا يعني ايوه بالضبط 1.27 1.38، وعلى فكره ممكن تمتد الى 41 ونخلص الموجه ونقفلها ونبدا في الموجه اللي بعدها. برضه لسه ما زلت بقول انه هيكون في تصحيح فوق ونكمل الصعود والله العليم. فلذلك الان يبان انه كنا رقم، لكن تبغى تيجي للحق هو المفروض يعني شكله بشكل اللي هو this one yes. فأنا بشوف إنه شكله بشكل بإذن الله، لو هنقول هذه 25 على أساس إنه نموذج برضو استمراري مثلث، أوكي هذا هو أول شيء، وهذا قاعد بيسوي واحد، عشان كده بقول لك احتمال نكمل لجون شوية، يعني حيكون زي ما نقول لو أخذنا إنه هذه واحد وهذه اثنين مثلا، هذه ثلاثة أوكي وهذه أربعة وبعدين خمسة لنطلق، فلسه في عندك تشكيلة كذا هتاخذ وقت معانا. هو على طول الموجة هذه، اوكي الموجة هذه مع الموجة هذه احنا تقريبا وير دان، المفروض تصحيح وير دان. الان على طول المثلث هذا لسه مبين لي انه في نزلة لتحت، لو نزل معناه انه شوية حيكون شوية كذا شكل الشارت اوكي يقفل اللي هي 1.38. فاونسلي كل هذا حيأكد لي اياها اللي هي ال 1 اور شارت، اوكي ال 1 اور شارت اللي هي هذه على اساس اتاكد 100% انها نطلع ال 1 اور شارت. كل اللي محتاجه حاليا انه وير از ات سوري 1 اور شارت انه ننطلق ان شاء الله، بس اعتقد لازم نسوي اختبار يعني كذا نسوي اختبار اتليست 1.38 يعني 126 اوكي، وننطلق الى المناطق هذه وهناك نصحح. خلاص كذا هقول لكم انتهت هذه، خلاص هذه انتهت 100%، ما راح نشوف اقل، وحنطلع نكمل في السيناريو اللي حكيناه قبل شوي. بس فحنتابع معاكم، وين حصل في اختلاف في الشارت على طول اول نسوي ابديت سريع برضو للموضوع. اوكي انا بحاول ان انا اتغلب على نفسي، ما شاء الله اليوم 12 دقيقه برضو ما هو فيديو طويل، فلذلك هنهي الفيديو الان عشان لا نطول، واعتمد الفيديوهات القصيره السريعه والتحليل السريع. يعطيكم العافيه، شكرا لكم جميعا.